إذن عدنا من جديد ومستمرين معكم بمشوارنا الصباحي. رح نتحدث اليوم عن محطة الخلدية لبحوث الدراسات الملحية. رح نتحدث عن الأراضي الملحية وأيضا عن طرق الزراعة المتبعة في هذه الأراضي. رح يكون معنا الحديث أكثر عن هذا الموضوع مدير المحطة المهندس سيف السردي. وهذه القصص يعني أو قصة النجاح رح نتعرف عليها وأيضا قصص النجاح المتولدة من هذا المشروع. نحكي لك صباح الخير وأهلا وسهلا وكل عام وتبقى ألف خير. صباح الخير وكل عام وتبقى ألف خير. وننتهز الفرصة بأن نبارك لسيد البلاد بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي السلطات الدستورية. وإذا تسمحوا لي أبارك كمان لزملائي في المركز الوطني للبحوث الزراعية على رأس المدير العام دكتور نزار حداد بحصول المركز على وسام الملك عبد الله الثاني للتميز. هاي مكرمة ملكية نفتخر فيها من الدرجة الثانية. وإن شاء الله للأمام راح يكون في إنجازات وتنمية زراعية نتحقق إن شاء الله فيها أكثر وأكثر. أهلا وسهلا فيك مهندس معنا بيوم جديد. بالبداية عرفنا عن محطة الخالدية وين بالضبط مكانها. احكي لنا عنها لو سمحت. محطة الخالدية هي في محافظة المفرق قريبا من المحافظة. أنشئت في عام 1968 بسبب وجود مشكلة في تملح المياه وتملح التربة. في الأول كانت مشكلة، الآن أصبحت فرصة. أوكي. التملح في المياه أصبح فرصة لبحوث زراعية متقنة وتقنيات زراعية تم إنشائها في هذه المحطة لتحويل هذه المشكلة إلى فرصة وإنتاج أعلاف متحملة للملوحة. يعني الموضوع تكاملي، مربي ثروة حيوانية عندهم نقص في الأعلاف وهي مشكلة يعني معروفة لدى مربي الثروة الحيوانية. ويعني في المركز الوطني للبحوث الزراعية موجود محطة الخناصري في محافظة المفرق للثروة الحيوانية، ما راح أتكلم عنها، راح يكون زملائي يتكلم عنها أكيد. لكن هاي المحطة الثروة الحيوانية متابعة للمركز المفرق مع محطة الخالدية تابعة إيش لدراسات الملحية في موضوع الأعلاف. فأي منتج من الأعلاف يجرب على الثروة الحيوانية الموجودة وين في محطة الخناصري. ف بعد ما يعني أصبحت هذه المياه مالحة والتربة مالحة تم في المحطة إنشاء بحوث لإيش الأصناف المتحملة للملوحة. فتم إيجاد أصناف كثيرة من الأعلاف المتحملة للملوحة وتم توزيعها على عدد من المزارعين لإنتاج هذه الأعلاف وثم سد النقص في الأعلاف. نعم. يعني من خلال كلامك يعني احنا نتحدث دائما عن المياه المالحه واحيانا نسمع بانه هي تعد مشكله الزراعه تحديدا، يعني انا شو النباتات شو المزروعات شو المحاصيل اللي ممكن ازرعها في الارض المالحه. من خلال هذه المحطه اكيد كان هناك قصص نجاح، اكيد كان هناك طرق مثلا لمزروعات معينه او محاصيل ممكن نزرعها في هذه الارض المالحه ومناسبه للجو المالح. نعم. المياه الغير تقليديه بشكل عام من ضمنها المياه المالحه مثل ما قلنا كانت مشكله اصبحت الان سبب في قصص نجاح. فمن المحاصيل المتحمله للملوحه والتي تم زراعتها وتجربتها في محطه الخالديه القمح العلفي التريتيكال والشعير وذرة الدخن سيسبان الشمندر العلفي. بعد تجربتها تم توزيع عدد من البذار بالمجان للمزارعين ومن ثم إكثار هذه البذار وإنتاج الأعلاف لثروة حيوانية ومن ثم إنتاج مشاريع مشتقات الألبان. فكان المشروع إيش تكاملي. تكاملي نعم. كم سنة أخذ منكم من 68 إلى 2024 لحتى تكتشفوا إنه الأرض المالحة ميزة ممكن تفيد بنوع محاصيل معينة وسهل إنك أنت توصل لهاي النتيجة ولا أخذت معكم بحوث كثيرة؟ أكيد راح تأخذ بحوث كثيرة. السبب إنه راح في البداية تجرب أصناف كثيرة. في السنة القادمة راح تقلل هذه الأصناف حسب تحملها للملوحة وفي كل سنة يقل هذا العدد وفي كل سنة يزداد الأصناف الدولية اللي زرعتها في هذه المحطة. تمام. يعني بعض الأصناف زرعت في هذه السنة لنظر كم إنتاجية وحدة المساحة من القمح أو الشعير. ففي كل سنة أصناف جديدة وتجارب بحثية علمية لمعرفة كم إنتاجية مساحة الدونم الواحد من هذه الأعلاف. نعم. تحدث عن سبب إنه الأرض
تعتبر مالحة؟ يعني شو السبب الأساسي اللي كون هذه الملوحة في الأرض؟ إحنا راح يكون شقين في الملوحة، إما تكون المياه مالحة أو التربة مالحة. سؤالك في التربة المالحة بسبب الري ممكن يصبح غسيل للتربة، فتصبح التربة مالحة، تذهب يعني أكثر المياه للمحصول وتبقى العناصر بعضها في التربة فتصبح التربة مالحة. أما المياه بسبب الضخ الزائد في بعض المناطق للمياه، هذا الضخ الزائد يشكل ملوحة في المياه الجوفية، فلابد من إيجاد حلول، فأصبحت هذه المحطة سبب لإيجاد الحلول البحثية العلمية. يعني ممكن الأرض تكون عادية بزيادة الري تتحول لملحية. ملحية. صحيح. يعني وهاي الأخطاء بوقعوا فيها المزارعين بتصير معاهم؟ هي ليست أخطاء مقصودة من المزارعين، هي لابد نزرع ولابد يكون في إنتاج، لكن بالزبط. تحصيل الحاصل بدنا إذا صارت أصبحت ملوحة في التربة لابد نجد لها إيش حل. فهي ليس المقصود بسبب الزراعة أصبحت ملوحة، الزراعة حياة، لابد نعيش في الزراعة طبعاً. لكن بعدما أصبح هذا الإنتاج، أنا قصدي مهندس عن ممارسات الري، هل ممكن زيادة الري للأراضي أنه تحولها من أراضي عادية لأراضي مالحة؟ يا سلام، هذا سؤال صحيح. الآن من الأبحاث الزراعية تقنيات الري، فهذه التقنيات لشبكات الري وتصميم شبكات الري وأصناف المناسبة للمحاصيل تم بحثها في محطة الخالدية للبحوث الزراعية، وسيتم نشرها للمزارعين عن طريق دورات تدريبية. هذه الدورات التدريبية تبين للمزارعين إيش التقنية المناسبة لتخفيض كمية المياه واستخدام المياه، ومنها التسميد بالري بدل ما يضاف السماد مباشرة وتكون كمية السماد كثيرة مرة واحدة مع الري، والكميات تكون إيش مناسبة حتى تزداد ملوحة التربة. نعم. فهذه يعني من الأنشطة التي يقدمها المركز الوطني للبحوث الزراعية لتقديم استشارات زراعية ودورات تدريبية للمزارعين، ومن ضمنها المدارس الحقلية. نعم. مهندس، نتحدث يعني هل بتقدموا خدمات أخرى؟ مثلا هل مثلا بعض المزارعين بيلجأوا لكم بقياس ملوحة الأرض؟ هل تقوموا بقياسها، بإعداد خطة مثلا معينة بكيفية التعامل مع هذه الأرض؟ دور تكاملي كما ذكرت في البداية، فأعتقد كل شخص مسؤول وكل مؤسسة مسؤولة. صحيح. المزارعين اللي واجه مشكلة في منطقتنا خاصة في المفرق، وفي كل محافظة موجود مركز للأبحاث الزراعية، لكن أتكلم عن المفرق، إذا واجه مشكلة في النبات أو في التربة يأخذ عينة المهندس من هذه التربة أو من هذه المياه أو من الجذور أو من الأوراق، ويأخذ في إيش لفحصها في مختبرات المركز الوطني للأبحاث الزراعية. بعد هذا الفحص يتبين المزارع إيش هي المشكلة، هي مشكلة التربة أم مشكلة مياه أم مشكلة أخرى. فموجود هاي الخدمة متوفرة لجميع المزارعين، مختبرات لفحص التربة وملوحة التربة أو باقي العناصر، نقص العناصر. ومن الخدمات يقدمها المركز الوطني تدريب طلبة الجامعات الخريجين، طلبة البكالوريوس في نهاية العام الدراسي الأخير يتم استضافتهم وتدريبهم على هذه التقنيات وتوجيههم، خاصة يكون تخصصهم في الزراعة أو في الري أو في التربة، وتوجيههم لهذه التقنيات حتى هم ينشروها في المستقبل للمزارعين في مناطقهم. يعني دائما في دمج بين الأفكار الشبابية مع التقنيات الحديثة هلأ بعصر التطور اللي احنا فيه، واتباع أساليب ري جديدة. يعني بنسمع أساليب كثيرة، قد ايه مهم كمان يطبقوها على أرض الواقع ويجربوها ويصير في تبادل خبرات بين الأجيال القديمة والأجيال الحديثة. يا سلام، صحيح. يعني المهندس أول ما يتخرج أخذ دروس، لكن لابد يتعايش مع أو الخبرة يطبق عند المزارع ويطبق. فالمزارع عنده خبرة، والطالب الجامعة بعد ما يتخرج وهذا المهندس عنده علم، وكذلك المزارع عنده خبرة وعنده علم، لكن هذه التقنية ممكن ما وصلت لحد الآن لهذه المزرعة. فالمهندس يصل بهذه التقنية عن طريق مركز البحوث الزراعية بعد ما جربها المركز ورأى جدوى اقتصادية إلها، ينقلها لمن؟ للمزارع. المزارع الخبرة متوفرة عنده ينقلها كذلك للطالب، فأصبح تكاملية بين الطالب أو المهندس الخريج والمزارع. نعم. فاستفيد الشباب ويستفيد المزارعين من هذه
التبادل بين الخبرات. فعلا يعني مهندس احنا بنشكر الطاقه اللي موجوده عندك، ويعني تاسيس هذه المحطه اكيد اخذ وقت وجهد، قد ايه عم تقدر تاثر على المزارعين بطريقه ايجابيه وتكمل هذا الدور اللي تحدثت عنه في البدايه، الدور التكاملي لجميع القطاعات والمؤسسات. يعطيك الف عافيه وشكرا على وجودك معنا اليوم في يوم جديد، ونتمنى دائما النجاح المتواصل ان شاء الله. شكرا لكم، ونجاحكم مستمر لنا ولكم ان شاء الله، ولجميع زملائنا في المركز الوطني للبحوث الزراعيه وفي جميع التخصصات، وبارك الله فيكم. تحية لكل المزارعين ولكل المهندسين اللي بتطلب عملهم يكونوا تحت أشعة الشمس مباشرة. يعطيكم ألف عافية، وما ننسى دائما ندير بالنا على حالنا، نشرب المي ونحاول نغطي راسنا، وأكيد الله يحميكم جميعا.